ورش المدرسة للجميع، مفهوم الأخلاق، الحلقة الثالثة، ماركس ونيتشه ورؤيتهم للأخلاق. ماركس: الأخلاق موجودة لتخدم مصالح الطبقة الحاكمة. نيتشه: حاجتنا لرؤية العالم من خلال عدسات أخلاقية. في الحلقة السابقة عرفنا تصور كل من روس وكانت للأخلاق. اليوم لنا لقاء مع كارل ماركس ونيتشه. كارل ماركس عاش بين 1818-1883، هو فيلسوف واقتصادي وسائر اجتماعي ألماني، وهو معروف بتأثيره الكبير على الفلسفة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية. كارل ماركس هو مؤسس الفلسفة الماركسية، وهي نظرية اجتماعية واقتصادية تركز على التحليل النقدي للنظام الرأسمالي والطبقية. ينظر ماركس إلى النظام الرأسمالي بوصفه نظاما يستغل الطبقات العاملة ويؤدي إلى التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وتسعى الفلسفة الماركسية إلى تحقيق تحول اجتماعي يؤدي إلى إنشاء مجتمع يتم فيه توزيع الثروة بالتساوي وتحقيق العدالة الاجتماعية. لماركس فهم خاص للأخلاق يتأثر بمنهج الاقتصادي والاجتماعي. يركز ماركس على الظروف المادية والاقتصادية والتاريخية التي تشكل قواعد الحياة الاجتماعية والتعاون البشري. ووفقا لماركس تنبثق الأخلاق من الظروف المادية والاقتصادية للمجتمع، وتعكس العلاقات الاجتماعية والتوزيع غير المتكافئ للقوة والممتلكات في المجتمع. يرى ماركس أن الأخلاق تخدم غالبا الفئة الحاكمة في المجتمع وتعكس مصالحها وقوتها الاقتصادية. يرى كل من ماركس وأنجلز أن الأخلاق في المجتمعات الرأسمالية تخدم رأس المال وتعزز استغلال الطبقات العاملة بترويج المشروع الأخلاقي البرجوازي لقيم ترتكز على الملكية الخاصة والتراكم الرأسمالي. تنبع الأخلاق من الظروف المادية لوجود الفرد كما ينبع العقل من المادة. في هذه الفلسفة لا وجود لمفهوم تقليدي للأخلاق. يرى ماركس أن الأخلاق تنشأ بشكل طبيعي في المجتمعات التي تعتمد على الإنتاج والعمل المشترك، وتتشكل وتتطور بناء على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، ويرى أنها تتغير بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وليس ثابتة أو مستقلة عن البنية الاجتماعية. الأخلاق لا تمثل أدوات مستقلة للتحكم في السلوك الإنساني، بل هي جزء من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل سلوك الإنسان. كما يرى أن الأخلاق يمكن أن تستخدم كوسيلة للتحكم وتضليل الطبقات الفقيرة من المجتمع. لهذا يرفض ماركس استخدام الأخلاق كأداة للسيطرة على السلوك الإنساني، ويدعو إلى العمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للإنسان لتحسين سلوكه الأخلاقي. تندرج الأخلاق في فلسفة ماركس ضمن فكرة التاريخية المادية، حيث تعتبر جزءا من المجتمع وتتأثر بتطوره. من وجهة نظر ماركس يتعين تغيير الأخلاق وتحويلها بعد الثورة الاشتراكية، حيث يتم تحقيق المساواة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وإلغاء الاستغلال الطبقي. في هذا السياق يعتقد ماركس أن الأخلاق الاشتراكية ستنشأ لتعكس وتدعم المبادئ المشتركة والمصالح الجماعية في المجتمع الاشتراكي المستقبلي. ونحن نتحدث عن مفهوم الأخلاق، لا يمكن أن نتجاهل نيتشه. هو فيلسوف ألماني مهم عاش في القرن 19، قدم العديد من الأفكار المؤثرة في مجالات مثل الفلسفة والأخلاق والأدب والثقافة. يعتبر من الفلاسفة المتأثرين بشكل كبير بتأثيرات الحداثة،
ويعتبر واحدا من المؤسسين المهمين للفلسفة الوجودية. بالنسبة للكثيرين فإن نيتشه والأخلاق يشكلان توافقا غير ممكن، بالتأكيد لأنه تميز بآرائه الراديكالية المتحدية. بالنسبة لأولئك الذين يسألون ما هي طبيعة الخير، لا يوجد لنيتشه الكثير ما يقوله في هذا المجال، إلا أنه يعتبر أن أولئك الذين يطرحون هذا السؤال هم على خطأ. بالنسبة لنيتشه لا يوجد حقائق أخلاقية ولا يوجد شيء في الطبيعة يحمل قيمة في ذاته. التحدث عن الخير أو الشر يعني التحدث عن أوهام بشرية، عن أكاذيب نعيش بموجبها بشكل ضروري. يخبرنا نيتشه بأن الإنسان يحتاج إلى استكمال الواقع بعالم مثالي يخلقه بنفسه، وهذا يعني أننا مضطرون بطبيعتنا البيولوجية لرؤية العالم من خلال عدسات أخلاقية وتقييمه بمفهوم الخير والشر، على الرغم من أن العالم ليس كذلك في حد ذاته. كانت لنيتشه رؤية مختلفة تماما عن الأخلاق التقليدية. قدم مفهوما يعرف بالأخلاق السامية أو الأخلاق الفائقة. وفقا لنيتشه فإن الأخلاق السامية هي نتاج تحرير الفرد لنفسه من القيود التقليدية والقوانين المفروضة من المجتمع. ويعتقد نيتشه أن الأخلاق السامية تستند إلى إرادة القوة الشخصية وقدرة الفرد على تقدير القيم الخاصة به، بدلا من اعتماده على قواعد وقوانين خارجية. لا يهتم نيتشه بالمفهوم التقليدي للأخلاق، بل يهتم بأصل المعايير الاجتماعية وتاريخ تشكيلها. وعلى خلاف روسو يرى أن الأخلاق هي نتيجة لتاريخ مجتمع محدد، وأنه يجب علينا استكشاف تشكيلها التدريجي من خلال العمق التاريخي. ينظر نيتشه إلى الأخلاق على وجه الخصوص كتدريب، حيث يتم استعمال جميع الوسائل التي استخدمت عبر العصور والحضارات لتأديب وتدريب الإنسان على الأخلاق، مثل التعذيب والعقوبات والإعدامات. يرى نيتشه أن الأخلاق تكبح طاقة الجسم وتشبه المرض، ويرى أن هناك تناقض بين قيم الحياة التي تدفع الجسم إلى التغيير المستمر وتأكيد طاقته، وبين قيم الأخلاق التي تشجع الالتزام والاستسلام. ولكن يجب الإشارة إلى أن بعض فرضيات نيتشه يمكن أن تفهم على وجه الخطأ، أو يمكن أن نسيء تقديرها بقيمتها الحقيقية. ولمن يسعى لفهم فلسفته فإن نيتشه الأيقونة المثيرة للجدل، يقدم الكثير من التساؤلات، يريد بناء شيء جديد بدلا من الهدم فقط، ويفعل ذلك بسبب شغفه الكبير بالحياة. أقف عند هذا الحد على أساس أننا نلتقي في حلقة رابعة من سلسلة مفهوم الأخلاق، لنعرف تصور كل من سيغموند فرويد وفلسفة لودفيك فراي. في انتظار ذلك أقول لكم انخرطوا في إنيفرساليست الثقافة والفن، ورش المدرسة للجميع. إلى اللقاء.